عزيزي، يعني ابتداء أود الإشارة إلى مسألة مهمة باعتقادي. العراق يعني منذ الاحتلال 2003 حتى وقت متأخر كان يفتقر إلى المشروع المستقبلي. افتقار العراق إلى المشروع المستقبلي متفاعلا مع اعتراف المنظمات العالمية بأن العراق دولة فاشلة ودولة فاسدة، كل هذا أفضى إلى أن لا يتحقق أي قدر من الإعمار والتنمية. كلمة التنمية المستدامة تكرر، يعني تستخدم كثيرا، ولكن الواقع لا يشير إلى وجود التنمية، وبالتالي البلد لم يستطع أن يتقدم ولو خطوة واحدة إلى الأمام، بل تراجع تراجعا واضحا مقارنة بما كان عليه الحال قبل 2003.